عقد البرلمان العربي جلسته العامة 25 لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، وذلك برئاسة سعادة السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي. وناقشت الجلسة تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في الجمهورية اليمنية ومخرجات القمة العربية التي انعقدت بمدينة جدة. وفي كلمته أثناء الجلسة أعرب رئيس البرلمان العربي عن ثقته في أن استضافة البحرين للقمة العربية المقبلة ستجعل منها حدثا استثنائيا ونوعيا في دعم وتطوير آليات العمل العربية المشترك. أعرب عن ثقتنا التامة في أن استضافة مملكة البحرين للقمة المقبلة ستجعل منها حدثا استثنائيا ونوعيا في دعم وتطوير آليات العمل المشترك، وذلك امتدادا للنهج الحكيم لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظ الله ورعاه في دعم التضامن والتكامل العربي على كافة المستويات، وكذلك الجهود المخلصة التي تقوم بها حكومة مملكة البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظ الله ورعاه لتعزيز العمل العربي المشترك.